يومنا النهارده في ليشنشتاين، البلد الصغيره قوي في قلب اوروبا اللي عدد سكانها بس 39,000. لك ان تتخيل ده شارع عندنا. السؤال بقى، هل فيها فرص عمل ولا لا؟ هل الهجره ليها سهله ولا لا؟ ده اللي هنشوفه النهارده. دخلناها ازاي وهنخشها بصعوبه ولا بسهوله؟ هنشوف حاجات كتير. يلا بينا. يا لهوي اقفل بسرعه. يلا بينا. هوبا عشان ننظف شويه بس، شوف عندنا شغل نكنس كده قدام الدكان. هنخش ليشنشتاين دلوقتي حالا 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 يا علي. هي التقاطع اللي جاي ده، اوبا، شفتوا صعب ازاي الدخول ليشنشتاين؟ صعب جدا الدخول ليشنشتاين، شفت الصعوبه عامله ازاي؟ ماشي، وصلنا وسط البلد. هناك الدنيا فاضيه زي ما انتم شايفين، الدنيا في الرايق قوي، الناس مبسوطه جميله، حتى احنا الاربعه اهو الناس مبسوطه وجميله. الجو عامل ايه عندكم هنا تحت؟ برد شويه؟ برد. Tunisia. Mm. Or Tunisia is not possible. Okay. Egypt also. Also. No. Also. Okay. Difficult, huh? Okay. Yes. It's difficult, yeah. Tunisia. Okay. I like there. Oh, really? You've been there? My tante is from Tunisia. Oh, nice. Yes. Wow. Cool. I was one time in Tunisian Ahmed, Al Ahmed, and Ahmed. Ah. Ahmed. Nice. Nice. Yes, I have my nephew live there in Tunisia. Oh, this is so cool. زي ما قلت لكم ان هنا ما لهمش جيش، لكن عندهم عساكر عاديه، لكن مش جيش نظامي يعني. ومن الحاجات بقى الكوميديه قوي ان سنه 1866 بعتوا 80 عسكري يحارب في حرب مشتركه في مكان ما، وهم راجعين رجعوا كام بقى؟ رجعوا 81 عسكري ايطالي عجبوا الجروب، قال لك انا هرجع معاكم، انا جاي اقعد معاكم هنا. والله فرحوا 80 ورجعوا 81 سنه 1866. دخلنا مكان تاني، فرن عيش، مخبوزات، على العسل. هاي، may I ask you a question? Are you from here, from Liechtenstein? Is there work in Liechtenstein? Can I work here? Because we heard you need a lot of jobs here. Yes. Yeah? Is it available for non-EU like citizen to work here? You need a license. 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 Okay, so is it easy to get? Egypt. Oh, difficult. Yes. Why? Because it's of Europe. Okay. Ah. Because we heard like it's very easy for Egyptians to work here. Ask. سألنا هنا في المكان اللي ورانا ده، لازم في شروط عشان تشتغل في ليشنشتاين، ان انت تروح لمكتب العمل ويبقى عندك ورق، وان انت تكون رخصة، معاك رخصة كمان ان انت تشتغل في مكان من الاماكن هنا. سألنا كذا مكان، وده كان المكان التاني اللي نسأل فيه في نفس الموضوع ده. حاجة بقى ملفتة للنظر ان الناس هنا لطيفة قوي، والله العظيم طول ما احنا ماشيين باي باي هلو، شكل ده غريب مثلا وما مش عارف، بس هم الناس لطيفة قوي وبيضحكوا وابتسامات غريبة، مرحبين جدا في كل الاماكن اللي دخلناها، الناس بتقعد تحكي معاك وتتكلم معاك، حتى احنا بنصور بالكاميرا محدش بيقول لك ايه ده انت بتصورني ليه، لا مفيش الكلام ده، الدنيا لطيفة جدا جدا جدا، محترمين جدا، كل الناس بتقف لبعض في الإشارات، مش محتاجين إشارات بصراحة، يعني الإشارات مش شغالة. بصوا الإشارات بتنور بس أورنج، ولو واحد واقف بيعدي كل العربيات بتقف له. علي وخولة بيساعدونا النهاردة عشان إحنا بندور على شغل، وهم شباب لسه، هم بيشتغلوا كده في ألمانيا. Where are you from? It depends. Tunisia and Egypt. Okay, then it's actually harder, a lot harder, because if you're from European Union, then it's okay. Okay. If you're not from the European Union, they have to check on the working market here in Liechtenstein. If there's someone from Liechtenstein who can do your, like, take your position, okay. They have to check it for like 3 or 4 weeks. Mm-hmm.
And if that's not the case, then the company you have to work, you want to work for can apply for a visa. Okay. هو كان بيقول لنا إنه لو أنت معك جنسية من الاتحاد الأوروبي فالموضوع سهل وممكن تلاقي شغل وتصريح عمل. لو مش معك جنسية من الاتحاد الأوروبي وأنت من بلد تاني فالموضوع صعب جدا. ومش لحتى لو لقيت شغل فهم لازم يتشيك لو في حد في ليشتنشتاين عايز الشغل ده او لا في البرايورتي تكون دي. Thank you so much. Because we heard that it's easy to get like jobs here from any citizenship and no. We were like doubting so. No. It's actually like from European countries like European Union it's quite easy, that's true, but if you're outside the European it's a lot harder. Okay. Let's say if someone come in as a tourist, yes. It's impossible to find a job here. Like from other, not from Europe. It's really hard. معلومة مهمة تانية برضو للناس اللي عايشة بقى في ليشتنشتاين أو جت وعاشت واشتغلت هنا. هي مش زي أي دولة تانية في أوروبا تقدر تاخد الجنسية بسهولة. أنت ممكن تقعد 30 سنة عشان تاخد الجنسية. يا تاخدها ما تاخدهاش. يعني بعد 30 سنة تقدم يا جماعة أنا عايش في ليشتنشتاين بقى لي 30 سنة. عايز جنسية. فيبدأ بقى يفكر يديك ولا لأ الجنسية غير مثلا ألمانيا غير دول كتير تانية في أوروبا. يعني مثلا ألمانيا 7 سنين أو 6 سنين تقدر تقدم وتاخد الجنسية على حسب الشروط المطابقة ليك. بتشتغل ما بتشتغلش، بتتكلم ألماني ما بتتكلمش، مندمج في المجتمع ولا لا، ورقك عامل ايه، قصة تانية. هتعملي ايه؟ عايزين نكسر التلج. يلا احذفي. 1 2 3 لا ما عملتش حاجة. اوف طبق التلج يا جماعة ناشف. خرجنا من وسط البلد او من وسط المدينة وزي ما انتوا شفتوا سألنا كل الناس لا الشغل في ليشتنشتاين مش بالسهوله دي، مش بالسهل جدا ان انت تيجي وتكسر تاشيره او تيجي شنجن وتخش ليشتنشتاين وتدور على شغل وتلاقيه، لا لازم ورق ولازم شهاده كويسه كمان حتى لو معاك ورق. قصه مش سهله، قصه كبيره. فده كان الهدف ان احنا نعرف عن ليشتنشتاين حاجات واقعيه من قلب الاحداث. انت جاي ما تعرفش حد، ما تعرفش حاجه، ما تعرفش اي الدنيا ماشيه ازاي، السيستم ماشي ازاي، فجينا نقول السيستم ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي.